ايه المختلف في ابل؟ مختلف ان الناس فاهمين الحاجه تو ذا بون للعظم زي ما بيقولوا، كل واحد فاهم حتته لتحت قوي بالزياده. الاساس مظبوط، ودي اكتر حاجه انا بتعلمها من الناس اللي حواليا سواء مديريني او زملائي، اساسهم مظبوط. وعشان كده لو في نصيحه انصحها لطلبتنا في الجامعات، ما تهتموش بالفرعيات، مش التكنولوجي الجديده، الكلام ده كله، كل ده اقروا عنه في الجرايد وعلى لينكد ان وعلى الويب سايتس وكل حاجه. التكنولوجيز والكلام الجديد هتتعلموه بسهوله، الفكره كلها في الاساس، الحاجه ازاي بتشتغل. لو انا مثلا مهندس الكترونيات، افهم يعني ايه دايره كهربيه، افهم البيلدينج بلوكس او اقول ايه، وحدات البناء الصغيره. كل ما تفهم الحاجه اساسها ايه، كل ما هتعرف تطورها وهتبتكر فيها، وانت اللي هتغيرها وهتغير المستقبل معاها. بس كل ما بتتعلم الحاجه من على الوش من فوق، اساسك بايظ هتلاقيها وقعت بيك فجاه، كل ما اساسك مظبوط هتبني عليه. ودي اكتر حاجه انا شفتها في ابل.